لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. فرح الضياء وللبرية غردا وحما قام لها العدا والطائر العربي من إشراقه مد الجناح وللنساء مرددا هذا النبي ومن هديت بنوره هذا النبي ومن هديت بنوره هذا الذي عم البسيطة سؤددا هذا ابن عبد الله هذا ابن عبد الله أشرق بالهدى هذا الذي ذاق العذاب فما رأى عن نصر دين الله عن نصر دين الله أن يتردد وسعى بنور الحق وسعى بنور الحق يلتف الرجاء أن يصبح الإسلام أن يصبح الإسلام دينا سيدا يا أيها الإسلام يا أيها الإسلام يا أيها الإسلام يا روحا سعد قد كان دوح بالهدى أو منتدى في كل دوح بالهدى أو منتدى هذا إمام العالمين هذا إمام العالمين يزينه تاج من العلياء هش له المدى ما كان فظا أو غليظا إنما كان السماحة والمروءة والندى كان التواضع والحياء وقلبه كان الشفاء وكل جرح ضمدا عدل مشى فانقادت الدنيا له والفعل قبل القول كان مؤيدا وأطاع أمرا كان دهرا منشدا نعم الرسول نعم الرسول سعى بخير رسالة
في خير أمة استجابت للندى، شاء الإله شاء الإله شاء الإله ولا مرد لأمره، فامددنا يا الله دوما سؤددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا رزقا واسعا نسألك رزقا هنيئا مريئا نسألك اللهم رزقا مباركا فيه نسألك اللهم رزقا تغنينا فيه عمن سواك نسألك اللهم رزقا تعيننا به على رضاك اللهم ارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ونسألك اللهم طول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة ونسألك اللهم سترا جميلا ونصرا عزيزا ونسألك اللهم شفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد عن قلوبنا كل ما يميل بنا عن معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا اللهم ارزقنا التوبة الخالصة التوبة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت
اللهم أدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، أن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي لنا حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، ونحمدك إذ فضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحد كلمتها، ألف بين قلوبها، ردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك بنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد
رحمة تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل بها أعداءك. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف هم كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك، وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك، ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا عز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم، وشرعك العظيم، وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا القلوب السليمة، اللهم ارزقنا العقول السليمة، اللهم ارزقنا الأجساد السليمة، اللهم ارزقنا تفكيرا سليما، اللهم ارزقنا من عندك رزقا حسنا طيبا كثيرا مباركا فيه يا رب يا رب. اجتمعنا على طاعتك، اجتمعنا قبل أذان المغرب ندعوك، أنت رجاؤنا، هذه الأكف رفعت إليك في هذه اللحظات، هذه الأكف رفعت إليك ترجوك، هذه الأكف رفعت إليك تطلب منك، لا تردها يا رب، لا تردها يا رب. وقفنا جميعا على بابك، حسبنا من سؤالنا علمك بحالنا، حسبنا من سؤالنا علمك بحالنا، حسبنا من سؤالنا علمك بحالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تستطيع مع إنفوغرام الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع بإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغرام، شريك النجاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير من نزل النفوس أراحل
بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفوكرات، لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.